العائله كي دايرين لاباس عليكم صحيحه كلشي بخير نتمنى تكون اموركم بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده المهم البنات خرجت انا باش ناخذ بناتي مايوات حيت ما عندهمش باش يعوموا وجيت للوايكيكي لقيت ليفتيز حلات حيت كانت غير في كازا وشي فرع في الرباط المهم واش اكدار ولا حي الرياض المهم فاش مشينا لها الكازا وكنا خدينا منها شي حويجات انا وايا قلنا لهم فين عندكم في الرباط باش نقدروا نصونجيو الا ما جاوش قتلنا ولا شي حاجه نبدلوهم قالوا لينا غتمشيو اما المهم الصداع غنسدنوا ملي عاودنا ودابا فاش جيت البنات لقيت هاد ليفتيز حلات هنايا عندهم داكشي زوين ودخلت باش نشوف واش كاين المايوات لولادي وليا انا كنت باغيه مايو ديال المحتجبات ولكن الكوا الغلا 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 بزاف 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 غنكذب عليكم انا ما نفوتش انا في المايو 60 درهم 100 درهم لا غلا ولكن 300 350 250 بزاف بزاف غير باش يعوموا وداكشي جاني انا بيزار يعني غالي دابا غنمشيو لكارفور ونضربوا شي دويره وهانتوما معايا البنات شحال من حاجه حلات هنا في تماره كاين حتى ميستر برينت كولاج اللي حلات هنا في تماره اللي خاصه بداكشي ديال البني والصباغه واللي بغى شي حاجه داكشي زوين بزاف والمهم شحال من حاجه غنبان ليا حتى يديروا الاصلاحات حتى واش مرجع اللي غيكون تما ولا المهم شي حاجه واحده اخرى غتكون هنا داكشي زوين بزاف يعني تنغيبو غير شي شهر تلقاو شحال من حاجه تزادت وشحال من حاجه هنا زوينه الناس ديال تماره تنقول لكم المهم ديال تماره والرباط وداكشي اللي تيهتم الامر بحال بحال ليفتيز ما كناش عارفين راه حلات دابا ملي جينا لقينا يلاه 40 يوم هذه تقريبا ما كاملش الشهر باش حلوا ولكن كيف ما قلت لكم الناس اللي مهتمين بالامر تيعجبهم الحويجات ديالهم انا خديت من عندهم سري ولات وخديت من عندهم حويجات شي حاجه زوينه قولي بسلام بنات سلام هذه اسراء بنت خويا كتقول لكم السلام كتسلم عليكم حتى هي خارجه تتسالم معنا والدراري المهم حنا خارجين وكاين معنا حتى اختي خارجين وليداتنا وفي نفس الوقت باش نتقطع لهم بان لي كاينه الشعه غنخليكم المهم دابا غندخلكم المافي باش نشوفوا شحال من حاجه صنيدلات والسيكان بحال داكشي ديال البنيتات الصغار وديال الكبار شي حويجات اللي زوينين ومن هنا عاجبني انا باغيه ناخذ صاك وصنداله ولكن ماشي اليوم انا ما مستعداش اليوم غنشوف هنا وندوركم معايا من هالناس اللي غيشوفوا هذا الفيديو صيفطوا لي كومونتير ويقولوا لي اش من صاك واش من صباط اللي زوين وتختاروا معايا
الكارفور دابا باش نتساري، وكملت لكم الدويره في دوك السنيدلاس والسيكاند. شي حاجه اللي واو، شي حاجه اللي زوينه، ماركه واعره. ومهم الساك انا اللي عجبني تقريبا داير 400 درهم. راه تشوفوني انني زيت الكاميرا حتى لحداه في المارو والكحل، من هذاك النوع اللي عاجبني، وش هذاك الشكل اصلا اللي من شحال هذه وانت نقلب عليه. كنت شحال تقريبا شي شهر هذه لقيتهم ب 9000 ريال، يعني 450 درهم، ولكن دابا داير 400 درهم. وانا انت قلت لكم عطيونا الراي ديالكم، كي جاكم الساك والصباط، الساك والصباط اللي بغيت ناخذ. المهم اللي بغى يعطينا الراي ديالو ديرها ليا في الكومنتير، ويقول لي اين الساك واين الصباط اللي عجبو. انا هنا صورت لكم تما كاينه شي حاجات ديال الوليدات وديال الكبار وديال الاولاد ديال البنات، كلشي كاين، ولكن البنات ماركه عندهم شي حاجه زوينه، وتتكون تلبسي ولادك شي حاجه مختلفه، ما تتكونش كلشي لابسها شي حاجه اللي تتلقاي قليل اللي تيكونوا لابسينها، ولا قليل والسيكار قليل اللي تيكونوا هازينها. انا ما غنصور لكم والو في كارفور. الى لاحت هذا الفيديو اليوم، راه غدا ان شاء الله كاين تخفيض. البنات اللي بغا يجي لكارفور راه كاينه التخفيض في المواد الغذائيه، وكاينه التخفيض في الفوطات، في البطاط، شحال من حاجه في كيسان. كاينين شي كيسان اللي واصلين غير 8 دراهم، 6 كيسان ديال القهوه ديال 8 دراهم. كيف ما قلت لكم انا ما غنصورش، غيجي هذا الفيديو كبير بزاف وطويل. خليت لكم انكم قلت لكم بلي راه كاين التخفيض في كارفور، اللي بغى يجي مرحبا. هنا غنقول لكم بالسلامه عليكم، وتنتمنى الفيديو اللي صورت لكم ينال الاعجاب ديالكم، حيت فيه استفاده وفيه انا تنوصل واحد الرساله للناس اللي ما سايقاش الاخبار. شحال من حاجه تكون دار لها الافتتاح ولا تحلت ما تيكونوش عارفينها. قلت علاش لا، انا جايه بنيه ما نصور، ما غندير لا فيديو لا والو، ولكن كما قلت لكم تلقى شي حاجه جديده تنقول علاش لا ما نشاركهاش معاكم. هذا الشيء اللي كاين. تنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، والى اللقاء الى فيديو جاي ان شاء الله. تتشوفوني مبرزطانه مع البنت، مع بنت خويا، بنت اختي، ومع بنتي، غير تيتجاراو كلشي بغاوه كلشي هذا. المهم انا معاهم، داكشي علاش مبرزطه. السلام عليكم، الى اللقاء الى فيديو جاي.